وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي شغله وأحزنه فزع إلى الصلاة وسارع إلى إقامتها. من جزم النبي عليه الصلاة والسلام عند نجر بتأم سياسسباتشو سياسجنكاتشو بتأم سياسبو تولو يميروتوت ودى صلاة نبر نجاريو كسارة سيدر سبت ودى صلاة ليروت نميكبو تماريو تياكي سيكبدو ودى صلاة يهونو تمرتوش بتأم كمفلكس يهونو بت ودى الله نمرو تيالبت بيتسبونيات أسو ودى الله نمرو تيالبت ያሰበው ያልተሳካለት ወደ አላህ ወደ ሰላት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያጋጥማቸውን ችግር ወደ ሰላት በመሮጥ ነበር ወሳራ ኢላ ኢቃመቲያ ያችን ሰላት አሳምሮ በመስገድ ዱዓ በማድረግ ነበር ወደ አላህ የሚጠጉት ወንዘር ኢላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تجده طول الليل يصلي وطول النهار يدعو الى الله تعالى خديجة رضي الله عنها نبينا عليه الصلاة والسلام تاياتشو قالتش كانوا مولو سلفون ميولوت ليليت سيساقرون ميادروت من هالتشاتشو يا رسول الله أنت يا الله نبي وي أنت لا تنام أتنيام من دي فيقول لها مضى زمن النوم يا خديجة يزاين كلف زمن ما ألفكو أنت خديجة ألف ويدخل معها الفراش ذات يوم حتى يمس جلده جلدها ثم يستأذنها قائلا دعيني أتعبد لربي تيني باكش كتاي اللي قزابت لالو عبروك تيني بوهلا كفراشات شو تنستو فتقول والله إني لا أحب قربك ولكني أؤثر هواك أوني أنت قام هنا نمرت قالو قن أنت يفلك كون فلق قالو بلا تنقرات شو نمبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند بتقام يميقر متهاريكي نقرانال كنبيو عليه الصلاة والسلام قار بتقنانيي انديت عينت صلاة عليه الصلاة والسلام يسجدون دنبر فيقول دخلت المسجد ليلا عندك ليلت مسجد قبه فرأيت جذع نخلة في وسط المسجد كمسجد مهلاي عندت يتمر زاف يقوم زاف أيه لا يتمر يعني زاف معناته فتعجبت إذ لم يكن في المكان جذع نخلة فضللت أدنو زيبوت علي إنجليه يهون يقوم قندال نبرم أهون يتمتع بيه بتقام قرموين تتقه ودزع لك ستقاقن فإذن الجذع رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا قندي مسلين قر نبي عليه الصلاة والسلام ناتشو وهو واقف يصلي قوموا يسقرونه فدنوت منه تقال كنا وقلت هذه فرصة لكي أصلي وحدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إهنين ونقدهون شترى قاتامينج أني نبي عليه الصلاة والسلام قا بتشين مسك دبات هالكنا فوقفت بجواره كقون قومكن فبدأ بسورة البقرة تملكت يا إخواني بسورة البقرة جمروا فقلت يسجد عند المئة ما تنيا آلهم سجود أدرقوا هنا الركوع هذا قالوا بي ساسب فأكمل الصورة سورة البقرة انجرست فقلت يختمها ويركع ما تون آيات جرسوا قريب بمتونيو عيالي ركوعي أدرقالو بيه ساسب متونيو نالفوت بكا جرسون ركوع ميادر قتال كنا سورة البقرة انجرست ففتح آل عمران كذا سورة آل عمران جمروا فقلت يسجدوا عند المئة أهنم متونيو عيالي سجد ركوعي أدرقالو بيه ساسب فأكمل السورة سورة سورة آل عمران انجرست فقلت يختمها ويركع ها أهونم دقوا هنياون سورة آل عمران انجرسوا ركوع يادر قالوا بيه ستبك ففتح سورة النساء سورة النساء انجرسوا فقرأها أي أنه قرأ حوالي ستة أجزاء وده سدست جزء نبي عليه الصلاة والسلام بأند قيام عندك زي كونه سدست جزء كرويلا فقلت يسجد عند المئة فأكملها أهونم متوين يعني علي سورة النساء ركوع يادر قالوا بيه ستبك سورة النساء جرسوت يقول ابن مسعود فهممت بأمر السوق فقيل له ما ذلك قال هممت أن أجلس وأدع دو كفونا قرى السبك لال ابن مسعود من دنا كفونا قرى السبك وسبال بكا تتشو كتشل لها السبك ألتشالكم ملال ثم يكمل ابن مسعود حديثه فيقول ثم ركع صلى الله عليه وسلم سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سستنم سراوج فتام رجاجم سراوج كجرسوا بهالا ركوع عدر طيب ركوعات شو مني هالنبر
ثم ركع صلى الله عليه وسلم فكان ركوعه قريبا من قيامه ركوعه دغمو كقيامه تقرابي نبر سبحان الله يقوموتن ياهل تنش نو ميانسو ركوعه يقرا مترسلا فاذا مر بايه فيها قرانكو بميقربت غزي الى ابن مسعود بتام رغا بلون ميقروت افطنوا ادلم يهنن يحل يقروت فاذا مر بايه عند ايات بميالفوبت غزي فيها ذكر الجنه يجنت ذكر بميوسابت غزي سال الله يا اللهم اني اسالك الجنه جنه لمنها لو بلو دعاء يدرغال واذا قرا ايه فيها ذكر النار جهنم اياوچ دغمو بميالفوبت غزي تعوذ بالله منها اللهم اني اعوذ بك من النار جتاي كجهنم بان تتطبقالو يلو نبر ثم ركع كذا ركوع ادرغو فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تعلقو جتاي منيا يطرحنا تعلقو جتاي منيا يطرحنا واكثر منها بتعاما بزو ياننم ثم رفع فكان وقوفه قريبا من ركوعه ركوعه مجمرا كقومبت بتنش نبر ميانسو اهونم دغمو سينسو منساتاتشو كمجمرا وكركوعو تنش نو ميانسو الله ثم رفع فكان وقوفه قريبا من ركوعه اسمعه يقول من يلالو ربي لك الحمد جيتاي مسغانا لانتنو حمدا كثيرا طيبا مباركا يتبارك ملكام بزو مسغانا لانت يهن ملء السماوات وملء الارض وملء السماوات والارض وملء ما بينهما سماين ملو مدرم ملو بمكاكلاچو يالون نجر ملو مسغانا لانت يدرس يلو نبر النبي عليه الصلاه والسلام كذا بها لا سجود ادرغو فكان سجوده قريبا لوقوفه سجوداتشو دغمو كقومبت غار بتنيش نو ميانسو صحابوت سله نبي عليه الصلاه والسلام صلاه بميناغروبت غزي جوفا لجوف نس كنا نسمع لجوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عزيزا كعزيز المرجل من البكاء كلكسو يتنسى يهونه دمص انسما نبر كنبي عليه الصلاه والسلام درت لاي يلقسو كلقسو يتنسى يمسمان دمص نبر يلالو فمتى كان لجوفك عزيز انيا متي نو يزا عينت سميت يتسمان سنالقس يا سميت يتسمان متي نو يا الله يقول ربيعه ابن كعب الاسلمي ربيعه ابن كعب الاسلمي بتام ميغرم صحابي نو اي صحابي ادميو 14 عامت نو نبينا عليه الصلاة والسلام بزو جزي خادمو علينا كان كان الساتشون خادمنا وأبيت على بابه بالليل ليليت لقمو هجي براتشو لا يتنيا اللو إلا فما زلت أسمعه كل ليلة وهو يصلي يقول سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي ولم ليليت براتشو لا يتنيا يمسا ما ودمسا الله سبحان ربي جتايتنا تراتي تقباه جتانا جيتاي كغدلت كله يطرح جيتانا يميلون كله يدغاغ مالو نبي عليه الصلاه والسلام حتى امل او تغلبني عيني فانا بكا يانن صادمت انقلف يزوني يهدال دكموني انقلف يوسدنيال نبي عليه الصلاه والسلام كن ستيل يانن بمدغاغم لايناچو ليليت سنقا كانقلف سنقا ياننو يالو سماچو الله يلال سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي ربيعه ابن كعب الاسلمي عند تاريخ قال له كصلاه غير غنيونت سلاله ان شاء الله انا سؤال النبي عليه الصلاه والسلام عندك يا ربيعه تعال انت ربيعه نال ونيلال طروت النبي عليه الصلاه والسلام لبيك ابيت لكنا متو فقال سلني اعطيك اسكي طيق انجلس من تفلق الله قالت النبي عليه الصلاه والسلام اسكي ما نوه النبي عليه الصلاه والسلام طيق اننا لستسيلوت من 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 دنو من لوኛ كلهم سوق قلبو ያለውን ነው የሚናገሩ ከቀልቡ የሚፈልገው ነገር ነው የሚናገሩ ምናልባት ቆንጆ ቤት ልንላቸው ይሁን ቆንጆ መኪና ልንላቸው ይሁን ጥሩ ሚስት ልንላቸው ይሁን በቃ ይሄ የዱንያ የሆኑ ነገሮችን እንጠይቃቸው ይሁን ሴቷስ በቃ ባል ፈልጋለሁ ልትላቸው ይሁን በቃ ምንድነው ልንላቸው ምን ይችላል سبحان الله ربيع يا لو انت ملكته فقال انظرني كوي جيزي ستنيا رسول الله عليه الصلاة والسلام كوي لا سببت على حتى انظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدن بس كما سببت كيزي ستنيا
فقلت لنفسي كذا زور الكنا لراسي من الكلا إياك يا ربيعة أن تطلب شيئا من الدنيا فوالله إنها ستفنى أن ترى بعهوى أدرهن يدنيا يهون نجر انده تتأيك والله الصات أفينج يا آخرة قد يتأيك عالك لراسي كذا تملس كنا ودى نبي عليه الصلاة والسلام من هالك يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة يا الله أسألك مرافقتك في الجنة أنت يا الله نبي هوي أنت قا جنة عبرن مهن متأيكة عبرن دنون فلقاله بجنة يا رب كزيه يبلت أنا قرية لم حقيقة بك إيه فلق أنا قرب موالا لن دنيا وست هلو نمنا قرب الناقين كنبي عليه الصلاة والسلام قا عبروك مهن يبلت من ابنا قرية لم جنة مقبات تلك دلنو تلك فوزنو كذاب لا يدقمو كنبي عليه الصلاة والسلام قابرو مهن دقمو لذا تلك نقرنو سبحان الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تياك وبت أم كباد نبرنا من ألوت أو غير ذلك يا ربيعة للا نقر الله من دي أنت ربيعة قلت لا والذي بعثك بالحق لا أريد غيرها بحق بلاكه جيتا عمل له كالصالي لا منهم نقر الفلقم مرافقتك في الجنة بجنة أبريم وأنهم فلقوا هم الصحابة يصحابوش هماتشو من أهل دونة الملكاتو بتأنت كاك النقر عدل لم يسبوت كبار نقر باسرارات تعمت دميو يمين من يوغن بتأنت اللي كنقر سبحان الله فقال صلى الله عليه وسلم من من لسنة نبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود سجود بمابزات بنفسه لا يردان يعني نبي عليه الصلاة والسلام سجود بمابزات بنفسه لا يرداني وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع النبي عليه الصلاة والسلام ركوع بمياد رقبة كزي من ينبر خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي سبحان الله يا ربي جرويل أنت فرتوال عيني لأنت فرتوال ومخي جنكلاتي لأنت فرتوال وعظمي عطنتي لانت فرطوال وعصبي يدن بامباوشي جماتي لانت فرطوال تنانسوال يلو نبر نبي عليه الصلاة والسلام من يحال صلاة است بخشوع استغراق اندم يادر قمالتنا